ماذا بينا يكون ولاد بن عروس يعرفوا المنطقة ويعيشوا في المنطقة لهنا، وموا كي يقترحوا حاجة يعرفوا المنطقة متاعهم، يكونوا إن شاء الله وطنيين أهم شيء، يعني يحبوا البلاد ويخدموا بلادنا. احنا نطلب من النواب اللي باش يترشحوا على ولاية بن عروس يخدمونا شط حملنف، ويخدمونا على الفيضانات اللي تصير اقل قطرة متاع ماء الناس تعوم. نطلب منهم باش يقوموا بمجهودات يتصلوا بالبلدية فهمتني والسلطة التشغيف، وباش يمشيوا يقوموا بالاجراءات اللازمة باش ينحيوا هالكارتة هذه اللي موجودة، اللي هي يحرقوا في الزبلة من كل، والزبلة شنية الفضلات متاع السبيطارات والمستشفيات. نحن من سكان هذاك قصر الحسيني متاع الدار البي، وحتى شكينا وصلنا للوالي وصلنا للمعتمد، ما فماش بلاصه ما مشينا ليش، اصل ماناش واصلين باش نسكنوا. لازم يلتزموا بالكلام اللي يقولوه، وطلب انا مواطن حملنف عندنا طرقات مزريه ياسر، انا في فصل الشتاء من حملنا في بوغرنين مزرية بصفة معناها مهولة. رويات معناها ينظفوا لنا البحورات الساعة بالأخص، ما عادش حملنا كانت ماخذة سكسية باهية تو مشات محمم الشط. وثاني أكبر أجار في الجمهورية تنجموا تصوروه وتشوفوه البركاجات والوسخ والشيء اللي موجود في الأجار نتاع حملنف شيء أسف، وهو ثاني أكبر أجار في الجمهورية بالعدد نتاع الترينوات كسوا الجراند ليني ولا حتى البونليو. النفق المترجلين تنجم تشوف قريب باش يتيح، نجموا تمشوا تصوروه وتعينوه. ثاني حاجه، نحن عندنا مشكله، الماء يهبط من الجبل، الماء يهبط بالتراب ويهبط بالميلوسي ويهبط بالواحد، يلزم الزيقوات يلزم يكونوا اكبر من هكاك نورمالمون، والا تصير صيانه نتاعهم في فصل في الصيف. بالنسبه للتعليم، بالنسبه قلنا للترونسبور، بالنسبه زاد كيف للصحه، نظافه شخطو نظافه امن، وبعد نظافه من بعد تجي مقاومة هذوما القشارة والارتفاع الأسعار بختو في المواد الكل. التنمية والشغل ديجا فما نظافة البيئة والمحيط، حتى المحيط ملوث برشا هنا في الزهرة، في الزهرة أوي فما ملوث. ديجا احنا بنات سان جيرمان وشط الزهرة اللي كان في البوليو سود كان أعز شط يجيو من آخر الدنيا، مالوغوزمون توا أنا كبنت زهرة معناتها نتمنى نقعد على حافة الشاطئ نغزر للبحر. البيئة خاصة الضفة نتاع رادس الزهرة معناها كلها مسخة، تلوث كبير خاصة من جهة التوربين والستيك والبرت، مرافق خاصة مؤسسات تعليمية تحشم. ما فماش بلايص بالحق باش صغير يتفرج، عندنا بارك نتاع منتزه فرحات حشيد هذاك قداش عنده؟ كان قبل محلي في حيوانات وفي هكا وين يلعبوا الكل، برا شوف لي تام تاعو كيفاش حاله. حمديه وفوشان الكل صدقني كلهم مسخه، اول حاجه لا ضو يشعل ولا يعني معناتها حتى الماء، صدقني ريت الماء مقصوص. يركزوا على حاجه اكثر هي على الشباب، خاطر معناها اللي كيما نقولوا في بن عروس وفي بن ليس الكل، معناها الشباب مهمش.